احنا دلوقتي هناخد الشريحة الثالثة من القرض اللي السيسي مضى عليه ده. هو سؤالي الاولاني هو كم شريحة، عشان بس انا هيتبني على ده سؤال تاني، كم شريحة باقي لنا من القرض ده؟ القرض موزع لعدة شرائح، اظن 9 شرائح على ما تنتهي امتى؟ تنتهي امتى؟ 8 مليار مع الموازنة العامة للدولة، مع نهاية اظن مع نهاية الموازنة العامة للدولة. هو هنا بقى سؤالي، لماذا ذكر او صرح رئيس الوزارة بانه البنزين هيفضل يغلى لحد، او الكهرباء هتفضل تغلى لحد 2025 او البنزين حاجة كده؟ لأن دي خطة لرفع الدعم كليا على الموازنة العامة للدولة ورفع الدعم. طب الكهرباء ما فيهاش دعم، الكهرباء مش مدعومة من سنين. الدعم على الطاقة بصفة عامة داخل أو على الوقود بصفة عامة، وبالتالي رفع الدعم التدريجي مع كل سنة بيخفض الدعم، وبالتالي بيرفع سعر المنتج سواء الكهرباء أو البترول أو حتى كمان المواد الغذائية زي الخبز وخلافه. اهو رفع تدريجي على اسعار الوقود حتى نهايه 25. صحيح. يعني ده مش مرتبط بالشرائح. لا، انت بتتكلم على اسعار الوقود، الرفع التدريجي مش مرتبط بالشرائح، هو مرتبط بخطه لرفع الوقود ورفع الدعم نهائيا عن الوقود في الموازنه العامه للدوله. يصبح سيباع السعر المنتج البترولي للمواطن المصري بالسعر العالمي. يعني بنزين 92 او 95 دلوقتي ب 15 جنيه، هيبقى بكام مثلا؟ وحسب الضرائب اللي بتاخدها للدوله، يعني بتختلف من دوله للثانيه حسب الضريبه اللي بتاخدها الدوله او بتحددها على سعر المنتج، بيجي وبتحدد بناء عليه السعر، بيكون ساعتها سعر حر، يعني في بيتراوح من دولار لدولار ونص، في بعض الدول بيصل ل 2 دولار. يعني عادة السعر متوسط السعر العالمي للنفط في عدد من الدول بعد الضرائب بيكون تقريبا في حدود الدولار. فأنت لو حسبتها بالدولار في مصر الآن ب 48 ونص تقريبا، فأنت بتتكلم في عندما يصل الدعم إلى صفر، دعم الوقود إلى صفر الموازنة العامة للدولة، سيكون السعر لتر البنزين على الأقل في حدود الدولار 50 جنيه، يعني 50 جنيه تقريبا. نعم.